تربوياً من الصعب علينا سماع كلمة لا، وربما يعتبرها البعض خذلاناً أو فشلاً، إلا أنها كلمة ضرورية جداً ولا سيما مع الأبناء، لأنها تحقق التوازن المطلوب للعيش بسلام. كيف يمكننا أن ندرب أنفسنا وأولادنا على تقبل كلمة لا وتحمل تبعاتها؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تأملات تربوية. إذا كنت أول مرة تتابعني، أنا نورة نحاس، باحثة في التربية والأسرة، أقدم هذا المحتوى من خلال دراساتي وخبراتي في مكتبي الاستشاري الخاص. سأكون سعيدة جدا بمتابعتكم ودعمكم للقناة، ولا تنسونا من صالح دعائكم. بسم الله نبدأ. أولاً، تتباهى الكثير من الأمهات بأنها تضحي بكل شيء من أجل أبنائها، وتقوم بخدمتهم ورعايتهم تحت أي ظرف كان، وتعتبر هذه النماذج النموذج والمثال الأعلى لكل الأمهات. وكلما كانت الأم أكثر تضحية وإيثاراً، كانت أكثر أمومة. ولكني وبعد البحث العميق في القرآن والسنة وكتب التربية، وجدت أن الأمر خلاف ذلك حقيقة، فإن إفراط بعض الأمهات في الإيثار والتضحية يجعلهن مغيبات عن الحياة، بل يجعل منهن خادمات لأولادهن، بمعنى أنهن ينسين أنفسهن وأزواجهن تحت ضغط طلبات الأبناء، لأنهن يصعب عليهن قول كلمة لا للأبناء. فقد تعودت منذ كانت صغيرة أن الأولاد أولاً ثم أنت، وبدأت بتكرار هذه النظرية حين أصبحت أماً، ونسيت أنها ليست آلة، وأنها ستمرض وستضعف وستكبر في السن. فحبذا لو تدربي نفسك وولدك على ذلك منذ الآن. ثانياً، إن الطفل الذي تعود من أمه على كلمة نعم وحاضر سيتمرد ويثور حين يسمع كلمة لا، ومن منا يمكنه أن يستمر في العطاء وبنفس الدرجة طول الوقت. فلتبدأي فعلياً وفوراً بلقاح الله، ليعلم طفلك أن هذه الكلمة ستواجهه في العالم الواقعي وبكثافة، بل ربما سيجد الممنوعات أكثر من الممنوحات حين يكبر. فلا تكوني عوناً على الدنيا عليه، حاولي البدء من الآن بتدريبه على تحمل الرفض والمنع ليكون مسلماً صالحاً في المستقبل. ثالثاً، لفت نظري قوله تعالى: ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. فالأم والأب ليسا آلهة، فالألوهية لله وحده، العطاء بلا حدود هو لله وحده، فهو مالك الملك ذو الجلال والإكرام ولا يشبهه شيء. أعتقد أنك سمعت هذا الكلام من قبل، ولكن هل تدركين أن رعايتك الفائقة لولدك وتحملك ما لا طاقة لك به بأن تلبي له كل رغباته مناف للآية السابقة؟ نحن لسنا آلهة. أجل، عليك أن تعترفي بعبوديتك، وكذلك أنت أيها الأب المناضل والمكافح. لا تكن جسراً لعبور أطفالك لرغباتهم، بل كن معيناً لهم ليتدربوا على الصبر على ما لا يمكنك توفيره. هذه هي الأسرة المسلمة التي بها ستنتصر الأمة، وسنكون الأعلون في الأرض بإذن الله. أما تلك الألوف والملايين من البشر المنصاعين لرغباتهم، فهم مطية الهوى ولا خير فيهم. رابعاً، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، أي أنني كمربي علي الاعتراف أمام أبنائي بضعفي وعوزي وحاجتي لله وحده، وعلي أن أدربهم على طلب ما يحتاجون إليه من الله أولاً. ولتكن لنا جلسات أسرية نذكر الله فيها وندعوه، ولندربهم على صيغ الدعاء وعلى إسناد الحوائج لله وحده، ومن ثم من العباد. إن هذا العمر يصب في صلب العقيدة السوية، ويجعلك وأبنائك في حصن حصين من المغريات والفتن. خامساً، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. دربوا أبنائكم على تحمل كلمة لا، فلا أحد منا يمكنه أن يعطي كل شيء. وعلموهم أنه لا يوجد أحد خزائنه لا تنضب إلا الله، وأن كل ما على الإنسان فعله أن يحسن الطلب ويصدق. علموهم أن الدعاء مخ العبادة، بغض النظر عن سرعة الإجابة أو تأجيلها، فلا يمكن أن تستجاب كل الدعوات فوراً، فهي بمثابة لا التربوية لكل البشر، وليس كل ما يطلبه الإنسان هو خير له،
فربما منع الله عنا شرا قادما أو أجل لنا خيرا مؤجلا ليأتي به في الوقت الذي هو يراه بحكمته أنه أفضل. سادسا، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. وليكن حديثكم الأسري دوما حول هذه المعاني الجميلة، أكثر من ذكر المواقف التي منع الله عنكم شرا، ولأنكم صبرتم على المنع كانت فرحتكم بعطاء الله أجمل. واربطوا الأمر بمواقف الصغار وامنعوهم فعليا من أشياء أمامهم لتعطوهم أفضل منها بعد حين. سابعا، في تجربة المارشميلو شبيه ما أرمي إليه في حديث اليوم، أعتقد أغلبكم يعرفها. بدأت هذه التجربة بأستاذ بجامعة ستانفورد يدعى والتر ميشيل عام 1972، حيث كان الهدف منها دراسة تأثير تأجيل الرغبات على مجموعة من الأطفال. التجربة ببساطة تضمنت وضع كل طفل من الأطفال المشاركين في التجربة في غرفة خالية تماما من المشتتات، ولا تحتوي الغرفة إلا على طاولة وكرسي يجلس الطفل عليه. قام الباحثون بعقد صفقة بسيطة مع كل طفل على حدة: سنتركك في الغرفة لمدة 15 دقيقة مع قطعة المارشميلو هذه، ويتوجب عليك عدم تناولها إلى حين انتهاء الوقت المحدد. إذا نجحت بذلك فستتم مكافأتك بالمزيد من حلوى المارشميلو، أما إذا لم تنجح فلن تحصل سوى على القطعة التي أكلتها. أي قطعة مارشميلو الآن مكافأة فورية، أو المزيد من الحلوى بعد الانتظار كمكافأة على ضبط النفس. وبالتأكيد كانت ردات فعل الأطفال متفاوتة، بعض منهم قفز على الفور لتناول تلك القطعة، وبعضهم استطاع أن يصمد قليلا. طبعا تابع الباحثون كل طفل لأكثر من 40 عاما مرارا وتكرارا. المجموعة التي انتظرت بصبر كانت أكثر نجاحا في الحياة، تخيلوا، بكل المقاييس. وقد أثبتت هذه السلسلة من التجارب أن القدرة على ضبط النفس كانت حاسمة للنجاح في الحياة بشكل عام. أعتقد أن هذه التجربة تكفي لإقناعكم بجدوى لقاح كلمة لا. كانت هذه الحلقة من برنامجكم تأملات تربوية، أرجو من الله تعالى القبول. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وإن أردتم الاستزادة بإمكانكم الحصول على الكتاب المرفق أو على كوبون خاص بالدورة التدريبية الداعمة للمحتوى. كل ما عليكم التواصل مع خدمة العملاء. وسعادة تامة أتمناها لكم ولأبنائكم، ولكم مني السلام.